شركة لامبورغيني. نحن حكينا مفصلا قبل عن سيارة بورش الجديدة الإي كار، السيارة الكهربائية من بورش، وكيف بورش رح تخوض كل قطاع إنشاء السيارات الكهربائية ورح تنافس تسلا. وهلأ على الطريق كمان شركة لامبورغيني. كشفت شركة لامبورغيني عن أول سيارة كهربائية لها تحت اسم سيان اف كي بي، وهذه السيارة الكهربائية من توقيع شركة لامبورغيني مثل ما ذكرت انه رح تنافس بورش ورح تنافس تسلا. يعني صارت تسلا مش هي الوحيدة بالسوق اللي بتصنع السيارات الكهربائية الإي كارز الفخمة والكتير مشهورة، وهذا طبعا خلال معرض فرانكفورت للسيارات يوم الثلاثاء. أطلقت لامبورغيني على السيارة الجديدة مثل ما ذكرت سيان اف كي بي. اللي بيميز هذه السيارة الجديدة انه ما بتعتمد على تخزين الكهرباء من حزمة بطاريات، بل بتستخدم شيء ابتكرته سيارة لامبورغيني او ابتكرته شركة لامبورغيني بشكل عام لتوفير الكهرباء ولشحن هيدي السياره. وبتتمتع سيان اف كي بي 37 بالقدره على التسارع من الصفر حتى 100 كيلومتر بالساعه، يعني سرعة كتير هائلة، وفي ظرف 2.8 ثانية فقط، يعني مثل ما ذكرت سرعة كتير هائلة. وفيتشر ميزات للامبورغيني الاي كار الجديدة بعتقد ميزات كتير عالية، ولح تبلغ سرعتها القصوى 349 كيلومتر بالساعة، يعني مقارنة بالاي كارز غيرة او مقارنة بكمان سيارة لامبورغيني 63 بعتقد اسرع منها اكتر من ضربة ثلاثة. وبتصدر الإشارة انه رح يتم بيع هذه السيارة سيارة لامبورغيني الجديدة بقيمة 2.2 مليون دولار ابتداء طبعا. فالسؤال بيطرح نفسه انه هل حنخوض مثل تسارع او ثورة تقنية جديدة للإي كارز بين كل الشركات الكبيرة، بين تسلا بين بورش وبين لامبورغيني. بعتقد هذه المنافسة اللي كتير قوية رح نشوفها بعدين بإصدار سيارات جديدة من كل الشركات اللي ذكرتهم، وكمان رح يتسارع على يمكن إصدار فيتشرز أو ميزات جديدة لكل سيارة الإيكار الخاصة فيهم. بعتقد تسلا، شركة تسلا بطلت الحالة موجودة بالسوق، ورح تعيد النظر على كل سياراتها السيارات الكهربائية اللي عندها، وكمان أكيد رح تقويهم بفيتشرز وميزات جديدة لخوض الكومبيتيشن او المقارنة بين سيارات بورش وبين سيارات لامبورغيني.